مشاهدي ومتابعي الجمهوريه اونلاين والمسا، اهلا بيكم في لايف جديد. احنا النهارده في مدينتي مع عزه كابتن اوبر. حصل لها مشكله اثناء رحله من رحلاتها. عزه اصلا بتشتغل اوبر من فتره مش قليله ومش كبيره. دايما معاها طفلها 3 سنوات داخل السياره اثناء الرحلات. تعرضت لموقف ادى الى غلق او عمل بلوك للايميل بتاعها في اوبر، وتم فتحه امس، يعني تم فتحه امبارح بالليل الساعه 10:30 بعد ما اتقفل حوالي 4-5 ايام. فضلت من غير شغل ال4-5 ايام دول، مع ان هي بتشتغل لانها في ظروف تحتاج للعمل. هنعرف القصة منها ايه بالظبط، وايه هي ايه اللي حصل في الرحلة اللي بعديها على طول جالها ايميل بغلق حسابها او ايميلها في اوبر. ازيك يا عزة؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام، كله تمام. عاوزين نعرف بقى بالك قد ايه بتشتغلي اوبر؟ 2.5 شهر. تمام. ايه اللي حصل بالظبط خلى شركة اوبر تقفل الايميل بتاعك او تعملك بلوك على الايميل بتاعك؟ عميلة كانت راكبة معايا، ركبت استأذنت منها عادي، بقول لها انا العادي بعمله مع كل العملاء، بعتذر من حضرتك بس انا مضطرة اشتغل بابني. طب احنا عاوزين برضو قبل ما نخش في الموضوع اللي حصل، انت ليه مضطرة تشتغل بابنك؟ ابنك الاول اسمه ايه وعنده كام سنة؟ تميم، عنده 3 سنين يعني 3 شهور تقريبا. انت مضطرة ليه ما بتسيبهوش ليه مع حد في البيت او حاجة؟ احنا عايشين لوحدنا، ما فيش حد اصلا يعني. انت منفصل عن منفصلين وما نعرفش عنه حاجه اصلا يعني. ما تعرفيش عن والد تميم اي حاجه؟ لا، ما اعرفش مكانه اصلا. فانت عشان كده بتصطحبيه معاكي في اثناء شغلك يعني؟ ما عنديش اوبشن تاني، ما عنديش حد ان انا اقدر اسيبه معايا، فمضطر ان هو معايا في كل مكان. طيب احكي لنا القصه بتاعت الرحله دي بالظبط وبعد كده هنشوف الموضوع تاني. العميلة ركبت معايا، اعتذرت منها، انا بعتذر جدا من حضرتك لان انا مضطرة اشتغل بيه. سكتت، معلقتش ولا قلت اي حاجة. خلصنا المشوار، بعد ما نزلت كنت اخدت ريكوست تاني، اتفاجئت وانا بعمل ستارت للرحلة ان انا بعمل بيتعمل يعني في ساعتها على طول. انا عملت دوب بدأت الرحلة ودخلت على نوتيفيكيشن، لقيت نوتيفيكيشن ان الاكونت ساسبند وفي مسج ان في تحقيقات داخلية نتيجة ريبورت. قلت هخلص الرحلة اللي انا فيها واشوف يمكن حاجة غلط. خلصتها، ما كانت ريكوست ما يتعداش ال4 دقايق، ببص لقيت الاكونت بلوكت خالص. دخلت على الايميل، لقيت ايميل مبعوت لي ان في ريبورت سيفتي ايشو، ان العميلة قدمت فيا ريبورت ان انا في شخص تاني معايا في العربية مما يهدد امنها وسلامتها وتعرض حياتها للخطر. الشخص التاني ده اللي هو ابني؟ اللي هو ابني. حاولت اتواصل مع الشركة وكده، في حد كلمني من الشركة وقال لي ان ده ممنوع، ان انا واخدة معايا طفل وان ده مش من ضمن البوليسي. فما قلت لهم ده 3 سنين، فبتقولي هي الشخص الاخر ملناش دعوه بسنه، 3 زي 10 يعني ممنوع الكلام ده في البوليسي، وعشان كده الاكونت اتقفل. ف كتبت البوست بس لان انا مش عارفه اوصل للعميل اصلا، ان على اوبر ما بيبانليش رقم العميل. فكان قصدي اقول لها بس اللي هي الجمله حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. فجأت ان الناس كلها الحمد لله يعني ناس كويسة، وناس كتير ركبت معايا دخلت علقت كمان وكتبوا ان انا ابني هادي، ابني لا بيقعد جنب حد من ورا ولا بيضايق حد، ولا زي ما ناس كانت بتقول ان وارد ان هو دي مش عارفة متحوسة فبهد. لا، ابني انا ما باكلهوش طول ما في عميل في العربية معايا اصلا يعني، ببقى بقفل شوية واقف على جنب علشان خاطر اكله حاجة في نص اليوم. طب انا عاوز اعرف حاجه، يعني هي المشوار اللي كنت انت رايحه فيه بالعميله اللي عملت الشكوى ده كان مشوار طويل يعني ما يتعداش 5 دقايق. هي كانت رايحه من مجموعه 114 رايحه 113. الناس اللي في مدينتي الناس في مدينتي هتبقى عارفه كويس قوي المده ما بين المجموعتين دول قد ايه. برضه احنا الناس اللي بره مدينتي تعرف المده خدت معاكي قد ايه في العربيه؟ ما تكملش 5 دقايق. ما كملتش 5 دقايق. ما حصلش بينك وما بينها اي مشكله اي حاجه ولا اي كلام اصلا خالص يعني، ولا في اي كلمه اتقالت نهائي. اكتر من اللوكيشن معاكي اللي ظهر ولا ما ظهرش، ظهر تمام بس اكتر من كده لا.
طب تمام، اوبر تواصلت معاكي او بعتت لك ميل وانت كلمتيهم وهم كلموكي؟ فضلت احاول معاهم لحد ما امبارح كلموني. تمام. ان الاكونت اتفتح وما كانش ليه دعوه، ما كانش ليه داعي اللي حصل على السوشيال ميديا، وان ده غير مقبول. استيل نفس القصه، غير مقبول وجود اي حد في العربيه، ده اللي قالته لي بالظبط، غير مقبول وجود اي راكب اخر في العربيه ايا كان سنه غيرك انت والعميل. فانا رديت عليها وقلت لها طب حضرتك انا عندي نفس المشكله، انا ظروفي مش الطف حاجه، ما عنديش اوبشن تاني وابني معايا. فقالت لي اتصرفي، شوفي بقى وديه عند حد وديه حضانه، بس ده مش هينفع. لو اتبلغنا ان هو راكب معاكي تاني هيتعمل المره دي بقى، ممكن يبقى فيه بلوك نهائي. وحضرتك ما عندكيش اي حل تاني غير وجود ابنك معاكي في العربيه؟ لا. صح. انا عاوز اعرف يعني لو هنتكلم برضو بشكل اوضح شويه، سبب انك اشتغلتي اوبر ليه؟ اشمعنى اوبر؟ وانت اشتغلت اوبر ليه اصلا؟ انا قبل اوبر انا بقالي سنه بحاول اشتغل. انا مفيش تقريبا شغل بيظهر على النت قدامي سواء لي علاقه بيا او ملهوش علاقه بيا ما بقدمش فيه. يا اما مرتبات منعدمه يدوب حتى مواصلات حتى مش هتغطيها، يا اما سخافات. وسخافات بقى اللي هو بالحاجات اللي عندي اكسبيرينس فيها، سخافات اللي هو انا هدي لك المرتب مقابل ايه، او يقعد حد مثلا يقعد يرمي كلام ويلقح كلام، اصلا صاحبتي بتعمل لي مش عارف ايه. طب انا مالي يعني، انت بتقول الكلام ده ليه؟ يعني وانت بتفكر ممكن في شغل اكتر ما بيكلموك في حاجات شخصيه ليهم هم ومضايقاتك انت يعني. بالظبط. فكره بقى انك تشتغلي اوبر ده، يعني انت جبتي منين العربيه؟ عملتي ايه بالظبط عشان وفكرتي ازاي انك انت تشتغلي في اوبر؟ هي ولا هي عشان وسيله دخل سريعه ويوميه؟ لا خالص. هي حد هو اللي اقترح عليا ده. انا كانت حصل لي ظروف قويه جدا السنه اللي فاتت، انا بقالي سنه خلاص فلوسي بتخلص وانا داون داون داون. ابني كان تعبان، هو من يوم ما اتولد عنده حساسيه في صدر، ففي ادويه بياخدها خاصه فصل الشتاء كمان. ابني تعب جامد في اول الشتاء مع كمان كورونا، انا وهو جالنا كورونا، بعدها صدره مع اللوز مع اللحميه، كان المفروض يعمل عمليه، كانش معايا وقتها مصاريف ولا فلوس، اني ما بشتغلش خالص، اضطريت ابيع عربيتي وقتها. فحد يعني كان شغال اوبر زمان تقريبا، حد من الجيران يعني هنا في المدينه، كنت انا كمان بعزل اضطريت انقل بيتي وابعد عشان خاطر انا بحاول اشوف انا مش عارفه اعمل ايه، كنت هبقى في الشارع يعني. فقال لي الفلوس عربيتك لو اتصرفت منك انت فعلا خلاص، انا كنت هبقى في الشارع. فقال لي حطيها مقدم وهاتي عربيه واشتغلي اوبر، اوبر هتبقى على الاقل معاكي حاجه ثابته لحد ما تبقي تلاقي شغل تاني. عملت ده علشان ما كانش قدامي اي حلول تانية. انا كنت كان عمليه ابني، كنت مطلوب لعلاج ابني وعمليته 10,000 جنيه ما كانوش معايا. انت محتاجه يعني، انت بتقولي انت عاوزه توصلني عربيتي كمان قسط، وفي قسط عربيه بديك. انت يعني لو اوبر ما عملتلكيش استثناء بوجود ابنك معاكي؟ انا اوبر لو اتقفلت انا فعلا انا خلاص يعني، انا لا اعرف ادفع ايجاري ولا اعرف ادفع قسطي. ابني المفروض يدخل كيجي السنه الجايه، مش هعرف ادخله. وانا دلوقتي انا اصلا يعني انا من اللي حاسبانه اللي اتحاسبنتها عليها، عشان انا من جوايا انا اصلا في دوامه ان انا مش عارفه اقدم له في مدرسه اصلا. يعني انا اوبر برضو يعني اوبر دخلها مش زي الاول. دخل اوبر واحد بيترمي في الشارع بال 12 ولا 14 ساعه عشان يروح البيت في الاخر ب 200 300 جنيه. اشتغل 12 14 ساعه عشان 200 300 جنيه في الشارع في الجو البرد دوت، عشان 200 300 جنيه بتدفع منهم، بتطلع منهم مصاريفك وقسط عربيتك وبنزين وصيانه والكلام ده كله. بالظبط. طب ما تواصلتيش برضو لغايه دلوقتي؟ يعني هم ما ادوكيش اي استثناء انه لا مفيش اي استثناء ابنك المكلمة في العربيه اثناء الرحلات بتاعتك يعني؟ لا مكالمتها قفلت معايا. طب انت ليه ما تسيبيش ابنك مع مامتك، مع باباكي، مع اي حد، مع اخواتك؟ يعني اخواتي مش فاضيين، حياتهم ليهم حياتهم، ووالدي ووالدتي ناس كبيره مش صغيرين، اتنين معايش مش عايشين اصلا. هم مش عايشين في القاهره اصلا. يعني انت والدك ووالدتك مش في القاهره؟ لا. انت عايشه هنا في القاهره انت وتميم بس؟ بس بحكم شغلي زمان، انا من قبل الجواز وقبل اي حاجه انا عايشه في القاهره من 2010.
او 2008 كمان، يعني معتمد على نفسك بشكل كلي يعني، مفيش حد بيساعدك في اي حاجه يعني. على قد ما بيقدروا، لان برضو هم معاشات وتعبانين برضو بحكم السن وكده، يعني ربنا يديهم الصحه يا رب، على قد ما بيقدروا. بس طبعا في الغلا اللي احنا فيه مع الادويه كمان بتاعتهم، يعني والدتي تعبانه جامد، في ادويتها غاليه برضو مش رخيصه يعني. طيب انت عاوزه تطالبي اوبر يعني ان هي تشوف حل في موضوع تواجد ابنك معاكي في العربيه اثناء الرحله، صح؟ انا ايوه، انا يعني انا على كف عفريت زي ما بيقولوا يعني. انا طب انت بعد ما الميل اتفتح اشتغلتي ولا لسه برضه؟ لا، ما انا مش ما عنديش حل تاني عشان اشتغل يعني، انا بحاول، مش عارفه. انا لو خايفه انزل اقابل حد تاني يعمل نفس الريبورت فيتقفل الايميل خالص وما يبقاش فيه، ساعتها مش هيبقى فيه امل بقى في اي حاجه خلاص. ده اللي تم في المكالمه امبارح، هي قالتها لي نصا كده، اتصرفي لان ده غير مقبول في البوليس بتاعتنا. وعامه ده البنت اللي كلمتني قالت لي ده برضو مش في القسم بتاعي، ممكن ترجع للقسم تاني المختص اللي اتواصل معاكي قبل كده تكلميهم تاني. طب انا مش عارفه اوصل لهم اصلا القسم التاني. طب انت مكلماني بناء على ايه برضو عشان تقولي لي ان هو مش مسموح؟ انا مش عارفه، في حاجه غلط، مش عارفه. اعزائي، احنا هنحاول نوصل طبعا صوتك لشركه اوبر، ونحاول يشوفوا حل او يستثنوكي من او يسمحوا لك ان يبقى معاكي اثناء رحلاتك ابنك، لانك انت بتقولي ان مفيش ما عندهاش حد تسيب معاه ابنها. يعني ابنها 3 سنين وهي عايشه بيه لوحدها منفصله، شغلها في اوبر ده يعني الحاجه الوحيده اللي بتدخل لها مصدر رزق، عندها قسط عربيه جايبها بالقسط، عندها مصروف، عندها علاج ابنها، عندها المفروض ابنها يروح مدرسه. فاحنا يعني لو في اي حل في شركه اوبر، هي خايفه تشتغل يعني، هم فتحوا لها الميل امبارح، بس هي خايفه تشتغل يركب معاها عميل تاني يقدم نفس الشكوى، ولو تقدمت المره دي نفس الشكوى هي مش هتعرف تشتغل نهائي. فاحنا بنناشد مثلا شركه اوبر ان تشوف لها اي استثناء، يعني يحاولوا يشوفوا لها اي حل او يسمحوا لها بوجود ابنها في الرحلات، خاصه ان هي ما بتشتغلش خارج مدينه الرحاب وكلها مشاوير قصيره يعني، ما بتروحش ما بتخرجش بره ولا حاجه، وابنها بيبقى قاعد جنبها جايبه له كرسي في العربيه ومقعداه، ويعني عامله كل عمليات السيفتي او الامان للطفل. فهي بتناشد اوبر يعني، هي مش عارفه تتواصل مع القسم المختص في الموضوع دوت. هم كلموها امبارح بس مش ده القسم المختص، لما كلموها امبارح قالوا لها لا لازم تشوفي حل، وهي ما عندهاش حل غير وجود الطفل معاها. ما فيش حضانه برضو هتاخد الطفل 12 و14 ساعه، وهي بتشتغل من 10 ل 12 او 14 ساعه يعني. فيا ريت الشركه تحاول تشوف حل لعزه، ده مدخل رزقها الوحيد. عزه بتشتغل عشان تصرف على نفسها وعلى بيتها وعلى ابنها، وتدفع قسط كارد سياره، فهي مش هتعرف تلبي كل رغباتها دي او تلبي كل احتياجاتها الا بالشغل يعني، صح كده يا عزه؟ حابه تقولي حاجه تاني او تطلبي حاجه تاني من الشركه، او في حاجه تاني، او في حاجه كانت بتضايقك اثناء شغلك مثلا؟ لا يعني، هو كل حاجة فيها الحلو والوحش. هي الناس المشكلة مش في الشركة قد ما في الناس يعني. الناس لو تسيبنا في حالنا والله تبقى حضرتك يعني، ساعات بتتعرضي لمضايقات يعني اكيد. بس في اي شغل في الدنيا، في اي مكان، في الحلو والوحش، بس الحمد لله ان الحلو كان اكتر. ناس كتير قوي كانت بتقدر ان انا نازله بابني ومتبهدله بيه الوقت متاخر بالليل، في السقعه، في البرد، عايز المطر، الايام كانت بتمطر كنت شغاله بابني وطالع بيه على الطريق يعني. بصي، انا شايف تميم نايم في العربيه. انا مقدر انت قلت لي لا مش هينفع اخليه يصور، انا مش عاوزاه يصور ومش عاوزاه يبقى يتشاف يعني. انا هحترم ده فيكي طبعا، وبقول لك ربنا يوفقك ان شاء الله ويكرمك. انت بجد نموذج للبنات كلها يحترم يعني. انت بتشتغلي عشان تصرفي على نفسك وعلى ابنك، في شغل كتير، بس مش المضايقات اللي فيه اكتر بكتير من انك تشتغلي مع نفسك في اوبر بعربيتك. بتحاول على قد ما تقدري تبعدي عن مضايقات بعض الاشخاص وبعض الناس، بالظبط، صح كده؟ اه. فان شاء الله باذن الله مشكلتك دي هتتحل، وشركه اوبر اكيد هتراعي دوت وهتشوف لك حل ان شاء الله باذن الله يعني. يا رب ان شاء الله. عز، شكرا ليكي. سيادي، هو ده كان موضوع عز سيده مدينتي كابتن اوبر، وان شاء الله باذن الله يكون لي حل في الشركه اللي هي بتعمل فيها، شركه اوبر ان شاء الله. شكرا مشاهدي ومتابعي الجمهوريه اونلاين.